الأشواط مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم. انطلاقة شوطنا العشرين وهو الشوط الخاص بالحجايج، الصعوب أيضا في مسافة ورحلة 3 كيلومترات. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام بهذه التحديات، بهذه الانطلاقات المتميزة. نسير بالصدارة، نتابع البداية ومقدمة هذا الشوط، واللي قادت المجموعة منذ البداية أرهني الظبي لناصر بسعيد بن سالم الهاشمي، من تنطلق بالصدارة تليها مع المركز الثاني العين لسالم بن علي بن عامر العمري، ومع المركز الثالث وصلت بهذا الانطلاق وهذا التحدي أبها لبدر بن محمد بن مكتوم الينيبي، من يتقدم على مستوى المركز الثالث ورابع التحديات. من الجانب الآخر العاصمة لسعيد بن عثمة بن سعيد الحرسوسي ينطلق أيضا بدوره على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات الظبي لمالك بن سالم بن علي العمري، ومع المركز السادس وصلت بهذا الأداء وبهذا التقدم جدوى لسالم بصالح الطرشوم العامري، بينما انطلقنا مع المركز الثامن آراني جود لحمد بن هلال بن مبارك العفاري، ومع المركز التاسع انطلاقة حظ عامر بن سعيد بن سالم العمري، بينما انطلقنا مع المركز العاشر بقرة اللي وصلت في هذه اللحظات ضباب شعار محمد بن سعيد بن العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المتقدمة في هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرهني العين أرى العين على الصدارة، ولكن التغييرات مستمرة، الانطلاقات والتحديات في هذا الشوط. نتابع الظبي لمالك بن سالم بن علي العمري، من انطلق بالصدارة انطلق بالمقدمة، ومن الجانب الآخر جدوى لسالم بن صالح بن طرشوم العامري، نتابع سواري مع المركز الثاني لخليفة بن سعيد بن سالم الدرعي، يتقدم أيضا مع المركز الثالث. رابع التحديات وصلت حظ لعامر بن سعيد بن سالم العمري، والتقدم أيضا على مستوى المركز الخامس. تحديات هذا الشوط نتابع الشاهينية مع المركز الخامس حمد بن سالم بن محمد الوهيبي متابعا منطلقا بتحديات هذا الشوط، ومع المركز السادس رويضة لعبد الله بن غدير بن حمدان الوهيبي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة في هذا الشوط، والكير المتر الأخير والخطير والتحديات، التحديات والتجمع، التجمع على الصدارة. نتابع البداية، نتابع التنافس والصراع المرير على مقدمة هذا الشوط. نتابع سواري اللي قادت المجموعة خليفة بن سعيد بن عويص الدرعي، راح أيضا انطلق بتحديات السواري، ولكن شعار محمد بن سعيد بالتيلة العامري يتقدم معضبه على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث الظبي لمالك بن سالم العمري أيضا ياتي بدوره مع المركز الثالث. رابع التحديات أفراح لخالد بن علي بن حميد الهاشمي، يتقدم أيضا ينطلق مع المركز الرابع. وخامسا من الجانب الآخر القدوم والتحديات مع الوارية لبطي بن محمد بن راشد الغفري، أيضا يتقدم بهذا الانطلاق. اللحظات الأخيرة وجولة الأوامر والتصريح وصلت، أعلنت التصريح في هذه اللحظات بانطلاقها على مقدمة هذا الشوط. حمد بن محمد بن سهيل العامري ينطلق شعار بن عويضان، ولكن القادم أحلى. التحديات مع خلابة لعلي بن سلطان بن هاشل الاكتبي، اللحظات الأخيرة شعار بن عويضان على المقدمة مع تصريح سلام ند الشباب سلام، تهانينا لمالك، تصريح حمد بن محمد بن
سبع ويضان، المركز الثاني تاتي خلابة علي بن سلطان بن هاشم، ومع المركز الثالث متعب البدر بن حميد الزرعي، المركز الرابع شعار حمد بن بطيل الغفلي، ومع المركز الخامس سواري لخليفة بن سعيد بن سالم بن عويس الدرعي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية مع هذا التحدي والإثارة في الأمتار النهائية. تصريح تاتي بتوقيت زمني مقدار 4 دقائق 40 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن محمد بن سهيب بن عويضان العامري، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني خلابة 4 دقائق 40 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكها علي بن سلطان بن هاشم الكتبي، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث. هذه هي لحظات الوصول أيضا على مستوى المركز الثالث، تاتي أيضا بهذا الانطلاق متعبة توقيت زمني مقداره 4 دقائق 41 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكها بدر بن حميد بن محمد الزرعي، تهانينا للجميع والناموس.